اهلا بكم متابعي اليوم السابع، والنهارده لايف جديد من يعني وسط البلد في تاني ايام العيد الفطر المبارك. طبعا الناس النهارده نازلين بيحتفلوا في وسط البلد في اجواء جميله جدا جدا، الكل بيحبها وكل بيستناها من عيد لعيد. النهارده يمكن عدد كبير جدا من المصريين على الكورنيش وعلى ميدان التحرير ووسط البلد، ويعني ممكن تقدر بالالاف. النهارده مصريين راح تفوز. Thank you.